ايمن باشا. صوي لك باشا. كويس اني لقيتك. خليك خلص مع الجماعه لغايه ما ندهلهم. تؤمرني يا باشا. شكرا صاوي. تحت امرك يا باشا. يا ست ساميه قلقانه ولا ايه؟ تلاقيش يا رباب، انا معاكم وايمن بيه معاكم، وعمر باشا راجل حقاني ومحترم. ربنا يخليكوا لينا يا باشا، ورحمه امي يا باشا، احنا اغلب من الغلب، والله العظيم اغلب من الغلب. هتعيط ولا ايه بنت؟ عمر الغلب ما بيرخص لحم اصحابه، واللي جوه ده لو يعرف يعني ايه لحم بني ادم حر عمره ما هيرضى بالظلم. ولو ما يعرفش نعرفه، ولو يعرفه مش فارقه معاه، يعمل ما بداله مات الكلام. اجمد يا بنت. صافي خلاص اتسامي. اتفضل يا ست سامي. يزيد فضلك يا باشا. يلا يا رباب. لا استني انت يا رباب. معلش يا باشا، رجليها على رجلي، يا كده تودوني مطرح ما تودوني مش فارقه. خلاص يا عمتي ما احناش ناقصين. ممكن تهدي شويه ست ساميه؟ انا هادي يا سعادتك. ايه باشا دم محروق. معلش يا باشا حقك علينا. مفيش حاجه يا رباب، ست ساميه حقها معاها. اهلا ست ساميه، منوره. بنورك يا سعاده الباشا. انت بقى رباب؟ ايوه يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. تشربوا ايه؟ اي حاجه سعاده الباشا، كتر خيرك. نجيب ليمون على طول كده عشان نروق دمنا. ربنا يخليك يا باشا. اتنين ليمون يا عبد الله بصراحه. خليك جنب الباب بس. اتكلمي يا رباب، انا سامعك. حاضر يا باشا. باشا حضرتك عارف ان انا عملت بلاغ في تلاعب وزمايله. اه عارف. كان ساعتها الموضوع ده مع النقيب راضي الله يرحمه. الله يرحمه؟ الله يرحمه ازاي يا باشا؟ هو الحمد لله يا رباب. شهيد ان شاء الله. ما علينا يعني، ده مش موضوعنا. كملي. هو كان بلغني بالتفاصيل. وانا شخصيا حققت مع تلاعب لما جابوه. تمام يا باشا. انا عملت البلاغ في تلاعب، وانا خايفه ان هو يفضل ينكر يعني ويطلع منها. لما جيت بلغت يا باشا لقيت انهم طولوا قوي عليا وما ردوش، لا حد تكلمني ولا قال لي روح نيابه ولا اعمل اي حاجه. فجيت وسالت. صراحه انا خفت يعني ان هو كان يكون طلع منها وراح اتدرى في اي دهيه من اللي بيروح يتدرى فيها كعادته. وانت عرفت عادته منين يا رباب؟ قولي يا حبيبتي قولي، انت خايفه ليه؟ هو بصراحه يا باشا اليوم ده انا كنت رايحه ضد رجلي. رحتي له ليه يعني؟ زي ما تقول كده يا باشا، انا وتلاعب يعني المفروض ان احنا كنا بنحب بعض. يا ساتر يا شيخه، انا افتكرت في بينكم طار ولا حاجه. اه ما علينا، المفروض ان انتوا كنتوا بتحبوا بعض. وبعدين يومها يا باشا سمعت طرديش كلام كده ان في كلام اتقلب بطل عني يعني قدامه، وهو ما ردش خدتي. دمي اتحرق يا باشا، ما لقيتش نفسي غير وانا بشد العبايه بتاعتي من على فرشتي ونزلت ادور عليه. هو البرشام لحس مخه يا باشا، كل ما اجيب له تليفون يبيعه. طب وانت يا بنتي ايه اللي يخليك تحب واحد مستقبله منايل ب60 نيله كده؟ مش عارفه يا باشا، ممكن تقول العادة أو العشرة. أنت جدع يا رباب. كملي. ثواني معلش. صوي بيم معلش، هات بس الليمون منه واقفل الباب من فضلك. تحت أمرك عمر بيه. شكرا يا عبد الله. اتفضل يا رب. تسلم الأيادي يا باشا. كملي يا رباب. طبيت عليه يا باشا زي القضاء المستعجل. هددته يا باشا، هددته ان هسيبه ومش هيشوف وشي تاني لو ما رجعليش حقي من اللي قالوا عليه. ساعتها يا باشا لقيته بيبص لي كده بطريقه اول مره اشوفه بيبص لي بيها. بصراحه انا خفت يا باشا، بس ما قدرتش امشي قبل ما اخد حقي، حتى لو كان الحق ده بالكلام يا باشا. وبعدين استقوى عليا، لطشته، نادى على المقاطيع بتوعي. الحمد لله يا باشا ان امك كانوا مبرشمين، قدرت ربنا يا باشا ان انا قدرت اشتاقوا عليهم وافلفص منهم.
ساعتها يا باشا حلبت برحمة أبويا وأمي. ما أنا معديها له. خلوا بحماري من التفكير. إيه اللي ممكن ولاية زي تعمله؟ ما لقيتش نفسي إلا في الاسم يا باشا. الله يرحمه راضي بيه وقف جنبي. وفضل معايا لحد ما جابه. طمني وبعدين روحت. زي ما قلت لك يا باشا. الفار لعب في عيني. جيت عشان أسأل. قابلت عادل بيه. قال إن رئيس المباحث مش موجود يعني. في إجازة ومش عارفين هيجي إمتى. قال لي إن هو هيشوف لي الموضوع ويبقى يرد عليا. أخد نمرة تليفوني. طبعاً كلمك. أيوة يا باشا. كلمني امبارح بالليل الساعة 11 كده. طلب مني إن أقابله على كورنيش رود الفرج. بصراحة أنا استغربت. بس أعمل إيه يا باشا؟ الغرقان بيتعلق بأشياء. لقيته طالع بيا على الطرق. كان عايز وصل. وصل يا رب. لا يا باشا ما وصلش. ما ملكتوش طرف عليا. خبطت راسه بباب العربية ونزلت أجري. طبعا جت حكيت لك. أنت اتعصبتي ولما اتحرق قررت إن أنت تروحي القسم تدوري عليه وتلاقيه وتفهميه إن الغوابة لحمهم مر. بالظبط يا سعادة الباشا ده اللي حصل. وكنت هتضربي الراجل الطيب ده من غير ذنب. العفو يا سعادة الباشا العفو. هو أنا أول ما جيت وقعدت أسأل على عهد الباشا هو قال إنه عهد الباشا. صوي تحت أمرك يا بيه. تاخد عربية من عندنا توصلهم لحد باب البيت تخلي عبد الله يروح معاهم. حاضر سعادة. يلا اطمن يا باشا. طمني يا رباب. الموضوع خلاص بقى بتاعي. ومعانا عمر بيه. قول يا رب. عشان اوريك يعني انه احنا كمان لا مؤاخذه يعني بنعرف نرسم كويس قوي. لو كان بيدينا ان احنا ننحب على قلوبنا بازميل كنت فتحت لك صدري وقلت لك يلا هنحط اسمك على القلب بسرعه. كان بيدينا ان احنا نرسم احلامنا على لوحة ونعيش جواها زي ما اترسمت كنت رسمت لك وانا ارسم ليه وانت رحت فين. كنت خليتك انت ترسمي حلمك بايدك. كنت سبت الدنيا واللي فيها وعشت معاك في حلمك انت بس. عشان انت الدنيا واللي فيها فلم. عشان انتي لو مش الدنيا واللي فيها ما كنتش انا كل ما اشوفك ابقى انا زي ما انا من غير ما البس الوش اللي بلبسه قدام اي حد غيرك حتى مع اهلي. انا فرحي كله وحزني كله وغضبي ووجعي وحبي كله يا فريد
مؤلف عندك جديد وما زال حب ازيك يا سي عمر؟ ما انت بقيت فل اهو ورجلك بقت زي الحصان وجاي على طول اهو ماشي زي الفل. اه الحمد لله الحمد لله يا راجل. لا الا انتوا قاعدين ليه في الكتمه هنا؟ ما كنتوا خرجتوا بره في الجنينه ده حتى بره هوا. ما انت عارف يا بابا انا قاعده برسم ومش عاوز اطلع من الموت. اه وايه اللي على صدر حضرتك ده؟ ايه ده فريد؟ هو مساحه اللوحه الحقيقه خلصت ولا حاجه؟ قلت تكملوا اللوحه على قميص الاستاذ؟ لا طبعا يا بابا مش كده. امال ايه يا كات؟ ده فريده كانت بتعلمني الرسم بالزيت على القميص يا حضرتك. ده بقى مشروع جديد امال ايه؟ اسمه كمان مشروع الرسم على القمصان. ادينا بنجتهد يا انكل. اصل يا بابا عمر شافني وانا برسم على اللوحه بتاعتي فحب يجرب يرسم عليها. قفشت عليه طبعا. فراح واخد مني الفوشه دي ورسم الحاجات اللي انت شايفها دلوقتي على قميص. غلاسه بقى. ما هي المشرحه ناقصه قتلة غلاسه اللي هو مين مع مين يا حضرات؟ والله مع حضرتك معاك حق يعني. انا مش عارف اصلا انت مستحملاني ازاي اساسا يعني. شفت بقى؟ انا كمان بقول كده. قولها حضرتك. ما انا عمال اقول اهو وكل ما اقول يقولوا اطلعوا من البلد. لا ازاي تطلعوا من البلد لما انتوا تطلعوا من البلد يعني مين يفضل فيها؟ يلا انا لازم بعد اذن حضرتك بقى يا انكل. ما هو لسه بدري. لا لسه بدري ازاي؟ ده يا دوب مش هتأخر. أنا السلام عليكم. عليكم السلام. خليكي معايا لحظة واحدة. عوني. أيوة عمر بيه. امسك، عايزك تغسل العربية غسلة محترمة. ها حاضر يا عمر بيه. ده ايه سلامتك يا عمر بيه؟ ده ايه ده؟ ده جرح عميق في القلب يا عوني. روح يا عوني اشتغل. ألف سلامة عليك يا بيه. حتى عوني مش سايبني في حالي بسببك. عاجبك كده؟ قوم يالا خشك الحيط. تعالى هنا. انت فاكر انك هتفلت بعملتك دي عشان البنت ما عندهاش دليل على عملتك الوسخة دي؟ تبقى حمار واقفة. لك مش هتطلع من هنا الا لما تمضي على اعترافك. تمضي! مش كلام في القصايد مع عادل بيه؟ ها؟ لكن لا
لو فتحت مخك كده واعترفت ممكن بقى اشوف لك صرفة ما تقضيش بقيت عمرك في السجن. اقصى الخلق اللي سافل يا تافه. وشرفي ما هسيبك انت والكلبين اللي ورا دول. ايه في عبد الله؟ تمام يا باشا. ما تعترفش يا تلاعب، الراجل ده بيشتغلنا ورحمة أمي بيشتغلنا يا تلاعب، ويسلمنا العشماوي تسليم أهالي. يعني هو هيجي من سينا امتى فاضل؟ تمام قوي يا معلم، تمام. والله أنا ما عارف أشكرك إزاي، أنا تعبتك جامد يا فاضل والله. حبيبي، خلاص أنا هعدي عليك بعد المكتب على طول. يعني على 6:30 كده. ماشي، سلام. سلام يا معلم، سلام. ادخل. صباح الفل يا عمر. صباح الجمال. ايه اخبار رجلك؟ الحمد لله احسن. تمام. عملت ايه؟ في ايه؟ عادي. عادي تعيش انت، سافر الغردقه. اشمعنى؟ ايه انت مش عارف ناخد اجازه مرضي من الاداره يوم المشكله ما حصلت؟ اجازه قد ايه؟ اسبوع يا معلم. ليه؟ انت لو عنده ايدز مش هيدوله اجازه اسبوع. اتجننت يا عمر؟ ده ابن عبد الفتاح الكومي السبعه كوم اللي بتقش. ليه علاقات واصله لغايه مكتب الوزير. طب بص بقى. انت تاخد رباب توديه المديريه تعمل محضر رسمي وتجيبه لي. وده امتى؟ النهارده دلوقتي لو تقدر. خليها تقول كل حاجه حصلت الا انها تجيب سيره التلاعب. طب فكر معايا، يعني هي تقول ايه؟ اي حاجه يا عم. خليها تقول انها جت الاسم تعمل محضر، انها تعرضت للسرقه بالاكراه، وانه ما رضيش يعمل لها محضر رسمي. قال لها انا هجيب لك المسروقات دي بشكل ودي عشان يعفيها يعني من مرمطه النيابه ومشاورها. قال لها هجيب لك كمان العيال اللي عملوا فيكي كده واعمل لك فيهم اللي انت عايزاه بشكل غير رسمي. ملعوبه دي يا عمر. يا عم ما احنا لو جبنا سيره تلاعب احنا اللي هنخش في سين وجيم. الواد كان المفروض يتعمل له محضر ويترحل على النيابه وخلصت. خليها كمان تقول انها وافقت على العرض اللي عرضوا عليها عادل عشان البت غلبانه وكل همها انها ترجع اللي اتسرق منها، خصوصا ال 500 جنيه. 500 جنيه ايه؟ اللي العيال سرقوها منها. معلش استعف الزهايمر يا عمر، الواحد بقى ينسى اي حاجه. هسيبك انا بقى اتكل على الله. انا بالليل مش في الحياه، مش عايز اسمع منك تليفون. ازاي؟ ده الراجل اللي جاي من سينا اللي قال عليه فاضل جاي النهارده. امتى؟ يعني على حوالي الساعه 6 كده. طب ما تعرفش تزق الميعاد شويه؟ انت ميعادك ده مهم؟ طبعا مهم. خالتك زوزو يا سيدي عايزه تجوزني. لا يا راجل. يا عم انا رايح اراضيها واشوف اللي هي عايزه توريها لي دي وخلاص، بس انا رايي معروف في الاخر. بقول لك يا عمر، مفيش كده كافيتيريا حلوه ولا اي كافيه حلو اروح اقابل الناس فيه؟ لا في الكافيه اللي بقعد فيه انا وفريده. حلو؟ هيعجبك. شغال يعني؟ قشطه. هكلمك وانا نازل عشان اعرف المكان بالظبط فين. ماشي يلا. يلا. باي باي. سلام يا معلم. بقول لك ايه؟ ركز مع العروس عايزين نخلص منك. نبي خليك في حالك. قلت لي بقى انك انت وفريده في الكافيه، يعني هستغنى عن مرتها بشهرين ثلاثه. سلام عليكم. اصرف بقى. هاملت. اوكي. بس معموله بفيرجن مصري. It was like comedy. بتضحك. كانت حلوه. فين؟ في مركز الابداع. اوكي. كانت حلوه قوي. ده امتى؟ ده من يوم انت شفتيها. سوري بجد مش قصدي. سوري. خلاص مفيش حاجة، مفيش حاجة. بجد مش زعلان؟ لا مش زعلان والله. طب أنا دنيا. وأنا خالد. هاي دنيا. هاي خالد. أنا أصلا بتخض والله، عندي فوبيا سلالم. إزاي يعني؟
وقعت وقعه جامده جدا السنه اللي فاتت وانا في بيت جده من على السلم. من ساعتها بقيت اترعب، وخصوصا بقى وانا نازله من على السلم. فعشان كده اول ما شفتك اتخضيت، افتكرت نفسي بس والله خلاص ما حصلش اي حاجه. انت معانا هنا في الكليه؟ اه انا بعمل ماسترز هنا. اوكي، في ايه؟ English literature، شيكسبير specifically، يعني Macbeth and Hamlet. شكسبير؟ بس ده صعب قوي. بس عبقري. قريته 100 مرة، حسيته انه صعب قوي. مش عبقري يعني زي ما كل الناس بتقول عليه. انتي قريتي مترجم؟ لا انا اصلا مش بعرف اقرا عربي كويس. لا مش قصدي عربي، ما هو الانجليش اللي موجود برضو مترجم. ازاي؟ ما هو مش شكسبير اصلا بيكتب انجليش. بس الانجليش بتاع شيكسبير اللي كان بيكتبه زمان غير بتاع دلوقتي خالص. عارفة all the English بس برضو صعب. بس لو قريتي وفهمتي وحسيتي تعرفي هو ليه عبقري. اوكي، طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، واقف معاكي. طب تشرب كافي؟ تشربي انتي؟ اشرب انا بس على شرط. ايه؟ انا اللي عازمه. هو انتي في سنه كام؟ انا دي اول ترم. يبقى تتكلمي على قدك. طب يلا بينا. بس كول يا جماعه. يا فيري كول. بتتكلمي في ايه يعني؟ بيقولوا علينا فرافير ساعات. شنطتك امسك. لا دي هدى، زي بنت خالتي بالظبط يعني، وزي ما انت شايفه بتموت فيا. تمام كده؟ تمام يا باشا، اتفضلوا كعب. حاضر. رباب. ايوه يا باشا. مش عايزه تقولي حاجه في المحضر قبل ما توقعي عليه؟ لا يا باشا. طيب اتفضلي. اي خدمه ثانيه يا باشا؟ لا شكرا. طب بعد اذنك. تفضل. خلاص كده رباب، هنبعت لك في اقرب فرصه. ربنا يخليك ليا يا باشا، ربنا يخليك انت وعمر باشا يا باشا. ايه ده، هو كله باشا يا باشا يا باشا كده؟ طبعا يا باشا، ده حضرتك وعمر باشا على دماغي من فوق. كفايه اللي انتوا عملتوه معايا انا وعمتي. يبقى سلميني عليها وطمنيها. يوصل يا باشا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عسلوكة يا ابن العسلوكة، خليك معايا لحظة. في حاجة يا رباب؟ معلش يا باشا، أنا كنت عايزة أطلب طلب. قولي. أشوف تلاعب. إيه الدلع ده؟ ما ينفعش طبعًا يا رباب. ولا خمس دقايق. ولا دقيقة واحدة، أنت بتهزري؟ أمال أقدر أشوفه إمتى يا باشا؟ ليه يا رباب عايزة تشوفيه؟ يا باشا في كلمة عايزة أقولها له وخانقاني، ما بتنيمنيش الليل يا باشا، محصورة في صدري. بس خلاص يا باشا، طالما ما ينفعش أشوفه يبقى خلاص. حاضر يا رباب، عشان أوثق فيكي بس. بس الموضوع ده مش بتاعي لوحدي، انا لازم اسال عمر بيه لان هو رئيس المباحث. بجد يا باشا؟ كتر الف خيرك، كتر الف الف خيرك يا باشا. السلام عليكم، حمشي انا بقى. مع السلامه يا رباب. ايه يا عسلوك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريتنا افتكرنا 5 6 7 8 مليون جنيه. 10 مني يا عم، بس ما تزعلش نفسك قوي كده. مجيتك اغلى والله يا عمر. اتفضل. ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم. مديح صاحب قديم قوي، عمر باشا اللي كنا بنتكلم عنه لسه دلوقتي. تشرفنا اخ مديح. اللي يزيدنا شرف يا عمر بيه. سهل. اتفضلوا. اتفضل. ولا صبري. صبري. ايوه يا استاذ فضل. تشرب ايه يا عمر بيه؟ شاي بقى. وشيخ العرب بده يشرب ايه؟ خليها شاي. طب مش شاي سكر بره. يعني انت لسه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي يا مديح؟ لا طبعا متجوز. لسه متجوز من 3 شهور بس. في السر؟ لا طبعا يا باشا. وصلتني رساله. رساله ايه؟ بالاذن. ايوه، يعني الرساله دي جات لك من مين بالظبط؟ مش من حد بعينه. وصلتني على الايميل بتاعي. الرسالة دي لسه عندك يا مديح؟ ايه. هذه الرسالة استنيتها 8 سنين. من يوم ما قبض على مكاني.
ما عرفت برضه انهم عارفين مكاني وتركيني مزاجهم. يعني هم ممكن يكونوا عارفين ان احنا قاعدين مع بعض دلوقتي؟ من ناحية الطعم انهم قالوا لي في نفس الرساله انهم شالوني من جدولهم بالمره. وايه اللي خليك تصدقهم؟ عشان هم مش مضطرين يفرجوا عن حياتي لو مش رايدين لي يا باشا. الامريكاني عندهم مهم بس مش الاهم. هما ما كانوش محتاجين يعملوا معايا اكتر من هيك عشان يعلموني الادب. الاهم في وجهه نظرهم هو الاستاذ فاضل. اسف يا استاذ. لا ولا يهمك يا مديح. سؤال اخير بقى مديح. اتفضل يا عمر بيه. اتفضل. الناس اللي انت قلت لي عليهم دول اسمين دول؟ الناس اللي كان امريكاني على اتصال بيهم في المنوفيه. تعرف تقول لي هما فين في المنوفيه بالظبط؟ ايه هما من بلد اسمها كفر البتانون. هنعرف منهم اثنين. واحد منهم المسك هناك وكان واخد حكمه هو كمان. حلمي تاجر مواشي. فاكره استاذ فاضل؟ فاكره طبعا. هو اسمه حلمي ايه؟ حلمي محمد توفيق يا باشا. تاجر مواشي كبير هناك. الراجل ده خرج ولا لسه في السجن؟ والله المفروض انه لسه محبوس لحد دلوقتي. غريبة مع ان المفروض ان الاساسي في القضية دي هو امريكاني. دي الخطة اللي عملها المحامين عشان يخرجوا امريكاني. قلبوا طبة الميزان في كفة حلمي. بس انت مش ملاحظ حاجة خالص. ايه؟ انهم يفضلوا راصدين مديح طول السنين دي في سيناء. ده معناه ان ليهم دراع كبير قوي هناك. شيء طبيعي يا عمر بيه. الارض هناك واسعة مفتوحة وخباياها كثير. سحلة. كويس سحلة صح. من هنا للمنوفية لسينا. وما خفي كان أعظم. بس على فكرة موضوع شغلك ده صعب قوي يا أيمن. أيوة بس ده نصيبنا. المهم بقى مين هيفهم ظروفنا. أنتي مش متخيلة والله يا نبيلة أعصابي بتبقى عاملة إزاي من ساعة ما بينزل الصبح لغاية لما بيرجع لي بالليل. أنا حاسة بيكي والله يا عز. وانت هتفضل عايش طول حياتك كده في خطر؟ لا انا عمري ما حسبتها كده. امال بتحسبها ازاي؟ عادي يعني بصحى من النوم البس هدومي اروح اشتغل واروح زي اي حد. بس انت كده حياتك في خطر. لا موضوع الخطر ده نسبي قوي. الخطر ممكن يجيلك في البيت وانت قاعد على سريرك على فكره. يعني محدش بيهرب من قدره. الف بعد الشر عليك يا حبيبي. الف سلامه يا حبيبتي. احسن حاجه الواحد يعيش في حياته كلها بدون توتر يعني. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ انت عارفه تعيشي من غير توتر؟ طبعا. يعني مفيش حاجه بتوترك خالص؟ لا. الله عرفت انا بقى علاقتك ايه بالايس كريم. جرسون 3 ليمون لو سمحت وايس كريم زياده. صح انا كده؟ صح حبيب قلبي. يا ماما مش سامعاها هي بتقول لك انها عمرها ما بتتوتر يعني على قلبها مراوح. يا حبيبي هما ما لقوش عيب في الورد قالوا ده احمر الخدين. حد يطول بنت زي دي مش بتاعت مشاكل. يا ماما الحكايه مش حكايه مشاكل. دي عندها مرض اسمه البرود. انا عارف. يا حبيبي دي رقيقه وزي النسمه. وقال لك انا عايز اتجوز واحده نسمه ورقيقه. امال انت عايز زي ايمن؟ انت جننتني. ايوه انا عايز بقى واحده هايبر كده زيك يا ماما. وعلى فكره بقى انت اللي هتجري نفسك. انا مش عايز اتجوز دلوقتي يا ستي. حبيبي حرام عليك. نفسي كده احس بيك في بيتك في وسط عيالك. نفسي احس ان شقايا وتعب اللي تعبته معاك ده كله بقى ليه نتيجه. يا ماما هو في احسن من كده نتيجه؟ ما انا زي الفل قدامك اهو. يا ابني انا امك حرام عليك. ريح قلبي. زي ما انت ليك عليا انا برضو ليا عليك حقوق. يا ماما بس مين قال لك ان انا مش عايز اريحك؟ انا عايز اريحك والله. بس دي عندها برود 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 يشل. يا حبيبي بكره تبقى في بيتها نحله. يا سلام بقى روح التلج اللي احنا كنا قاعدين معاه من شويه. هتبقى في بيتها زي النحله. ده انا ممكن اكون بموت وبتلوى قدامها وهي بتاكل ايس كريم. لا وفي مصيبه كبيره كمان. إيه؟ ما بتعرفش تطبخ. طب وايه يعني؟ ده كل بنات اليومين دول يا حبيبي ما بيعرفوش يطبخوا. يا سلام اتجوز انا بقى عشان اقضيها سندوتشات زي الاسم. امال انت عايز زي ايمن؟ حرام عليك يا ايمن. بقول لك ايه؟ اهدي بس شويه كده وسيبك من الهرتك ده كله. ايه رايك نقوم نلبس ونروح اي ديسكو ارقصك على البيست واخليك تقضي يوم ما حصلش؟ ولا اقول لك تعال روح السيما واكلك الفشار اللي بتحبيه.
ولا ترجع. بنت ميرفت ياض دي عندها حته كده تخليك يعني عاوز تعمل لها اللي هي عاوزاه حتى لو هتودي روحك في داهيه. لا روح انت في داهيه لوحدك يا زميلي. ياض ما حسيتش بكده وهي قفشه يا معلم؟ ولا اي انشغال. ازاي بقى؟ ياض انا كنت عايز اخطفها كده قبل ما تتدمر واحطها جنب في العربيه والف بيها مصر. مصريين الدنيا كلها. ياض في الحته دي بتاعت انا ماليش في لقطه الشغل وهخش وادخل براحتي. فاكر ياض الحته دي؟ مش فاكر طبعا. معلم وانت اتخطفت ولا ايه؟ صابت عليها تلج. ما يصعبش عليك الا الشديد القوي يا زميلي. روح فين يا ميرفت؟ ايه سيبني عايز اخرج. شفت؟ دي البت ميرفت بتطوق لحد بره. تعال نشوف في ايه. الامريكاني ده عليك انت يا روح امك. بقول لك ايه؟ مش تخرجني ولا دي بتتخانق يالا. العالم الامريكاني. الامريكاني ده عليك انت يا روح امك. بقول لك ايه؟ مش تخرجني يا ميرفت. سيبني. سيب دراعي يا سالك. ما تسيبهاش يا سالك. سيبني يا سالك. سيبني يا سالك عشان خاطري. يفسخ خرك. والنبي يا سالك. أنا لا ليا في المخدرات ولا بحبها من أصله. والنبي يا سالك. نفسي أشم شوية هوا بعيد عن هنا. نفسي أشوف ناس غير الغربان اللي أنا عايشة معاها دي. والنبي يا سالك. خصيمك النبي يا سالك. نفسي أقعد مع صحابي. والنبي يا سالك. والنبي. فين سيبوني. سيبوني بقى. سيبوني انا عايز اخرج. ما تلمسونيش. مش حريمة. ياي حريم مين؟ انا مش حريم حد. سيبني بقى. دخلوها جوه. اوعوا سيبوني بقى. اوعوا. جاي عشان ما نفستش الاوامر. وجاي عشان ما تعملش راجل مع النسوان على امريكاني. وجاي عشان ما بقاش شايل منك. مش قلت لك انت اتخطفت يا صاحبي؟ معلش معلش يا زميلي. السلام عليكم يا باشا. اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عمر؟ اتفضل يا اتفضل. رجلك عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله احسن كتير. بيتعرف امشي عليها من غير عكاز الحمد لله. وبتغير على الجرح ولا بتطنش؟ لا انا لسه مغير عليه دلوقتي قبل ما اجي. الحمد لله. اخبار فريده ايه صحيح؟ كويس الحمد لله. كانت معايا برضو وانا بغير على الجرح. وبعتها لك سلامات جامده قوي يا باشا. الله يسلمها. خلي بالك منها يا عمر. في عينيا طبعا يا باشا. وانا يعني ازيك حضرتك لو اتكلمنا مع بعض شويه. تزك ايه؟ ما انا قاعد وانا ورايا حاجه. ماشي يا باشا. انا كنت عايز اتكلم في موضوع رضا الله يرحمه. الله يرحمه يا ابني ويحسن اليه. خير يا ابني؟ هو انا كنت جمعت شويه تحريات في الكام يوم اللي فاتوا دول عن امريكاني واللي حواليه يعني بشكل غير رسمي. كنت عايز اخد راي حضرتك فيها. تحريات يعني بخصوص ايه مثلا؟ يعني انا قابلت الضابط اللي كان ماسك قضيه امريكاني. القضيه اللي دخلت فيها 7 سنين سجن.
تخيل يا باشا، الراجل ده مراته وابنه اتقتلوا بعد حبس امريكاني باسبوع. طبعا الراجل دماغه راحت منه، قدم استقالته وساب الداخليه وساب الدنيا كلها. ابوه نفسه لما قابلناه ما كانش طايقنا، ما كانش عايزنا نقابله لحظه واحده. ما ده قدر يا ابني ضباط الشرطه، يا يموتوا يا يعيشوا معاها مستديبه. هو انا طبعا كنت فاتح ملف امريكاني قبلها، بس انا كان نفسي اوصل لحاجه تانية جديده مش موجوده في الملف، حاجه ملهاش علاقه بامريكاني، يكون لها علاقه باللي وراه، باللي ساندينه. والنهارده انا قابلت المرشد اللي كان مجنده فاضل. هو كمان اضطر يسيب مصر ويروح يقعد في سينا عشان يأمن نفسه منهم. تخيل، فضلوا حاطينه في دماغهم لحد بعد خروج امريكاني من السجن، لدرجه ان هم هددوه، قالوا له هنعمل فيك زي ما عملنا في فاضل وابنه ومراته. هما مين دول اللي هددوه؟ اللي ورا امريكاني، اللي ظبطوا له القضيه عشان تخلص على 7 سنين. وبعدين؟ وبعدين يا باشا، بصراحه انا عايز اكمل في القضيه دي، بس انا قلقان الحقيقه. يعني انت من حقك تقلق. لا انا مش قلقان منهم هما. امال من مين؟ قلقان من الاداره يا باشا. مالها الاداره؟ بص يا باشا، راضي مات على ايدي، الله يرحمه، خد رصاصه كان المفروض تكون جايه لي انا، فداني بروح. الله عليك يا حبيبي. فانا يا باشا عايز اكمل، ما عنديش استعداد الاداره تسحب القضيه دي مني عشان خايفين عليا، او عشان شايفين اني هاخدها على محمل شخصي فيسحبوها ويدوها لحد تاني. هو ده الطلب اللي انا طالبه منك يا بابا. ايوه بس ده الاجراء ده عشان يتعمل لازم له الادارات المعنيه بس هي اللي تقدر تتصرف فيه. انت برضه مش قليل يا بابا، اي حاجه زي كده هتحصل هتعرفها، هتتدخل، مش هيكسروا لك كلمه يعني. لا يا حبيبي، ده شغل، يعني شغل كبير كمان، مش اجراءات رخصه اتسحبت ولا ورقه عايزين نقدمها قبل الميعاد ولا حاجه. لا ده تنظيم، تنظيم عصابي، محدش عارف اوله فين واخره فين. وبعدين هو في اخباريه جديده جات لك عشان تخليك تقلق القلق ده كله؟ لا لا لا، لغايه دلوقتي مفيش حاجه، بس وارد برضه. يبقى خلاص، ما تقدرش البلاء قبل وقوعه، سيب الحكايه تمشي عادي في مجالها الطبيعي لغايه ما نعرف نوصل فيها القرار ونخلص منها. يعني انت شايف ان انا اطمن يا باشا؟ اطمن يا جدع، جهاز الشرطه اتكلم في ايه؟ ماشي يا باشا، اسيبك انا بقى، استاذن. طيب اتفضل يا حبيبي، خلي بقى على مهلك، على مهلك. ما تقلقش عليا يا باشا، احنا جامدين قوي. عارف عارف. ها استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. عمر بليز، كفايه سجاير. حاضر. انا مش فاهم انت ازاي كنت متوقع مني عكس كده في موضوع زي موضوع راضي. انت اكتر واحده المفروض تكوني حاسه باللي جوايا بسببه. واللي جوايا انا يا عمر اعمل فيه ايه؟ ولا انا لازم دايما افضل مع اللي جواك انت بس؟ عمر انت متخيل معناته ايه الراجل اللي انا بحبه وطول عمري بتمنى ان هو يبقى معايا وابو ولادي جاي لي النهارده مخصوص عشان يقول لي ان انا هروح منك؟ انا ما قلتش كده. عمر اللي انت بتقوله ملوش اي معنى تاني غير كده. هي دي اول مره اشتغل في قضيه فيها ناس بالخطوره دي؟ ما انا كل يوم في شغلي اعمل كده. احنا اللي زينا بيخش كليه الشرطه وبيتخرج ومعايا شهاده تخرجه وشهاده وفاته في نفس الظرف. هو ده قدر يا فريد؟ اعمل ايه يعني؟ الله، الرصاصه اللي جت لراضي دي كانت متنشنه عليا انا، يعني كان ممكن ما اكونش واقف معاك النهارده بكلمك. بعد الشر عليك، بس لما تروح مني غصب عني دي حاجه، ولما تروح مني بارادتك دي حاجه تانية خالص. انت ليه مش حاسس باللي جوايا يا عمر؟ انا امبارح صحيت من نص الليل مخضوضه عشانك وحاسه ان انت تعبان، وكلمتك لما انت ما ردتش عليا انا قلقت اكتر، وفضلت صاحيه لغايه دلوقتي عشان اشوفك كده قدامي واطمن عليك. انت فاهم ده معناته ايه؟ انت عارف انت واصل جوايا لحد فين؟ عندك حق في دي، عندك حق. ممكن بقى تهدي وتقعدي عشان تعرفي تسمعيني. انا سامعك يا عمر، قول.
في حاجات بتبقى مكتوبة علينا فريدة، سواء اخترناها أو ما اخترناهاش، واللي خلقني أكيد عارف كل حاجة جوايا، حتى طريقة تفكيري لو جيت أخد أي قرار في حياتي. ده معناه إن أنا لو ما كانش عايزني أكمل في السكة دي أكيد ما كانش حطني في مواقف تخليني أختارها، لأنه أكيد برضو عارف إن أنا لو اتحطيت في المواقف دي في الآخر هختارها. عارف كل حد يحب يمشي الدنيا على مزاجه، بس لما تيجي الطوبة في المعطوبة يقول خلاص هو ده قدري، أو يقول لم أو إيه؟ أو ما يلحقش يقول حاجة يا عمر، يعني ممكن المصيبة دي تخليه إن هو يخلص خالص، يعني إن هو يموت. يا عمر أنت ليه مش حابب تفهم ومش حابب تحس إن أنا من غيرك مش هعرف أتعامل في الدنيا دي إزاي؟ ها؟ ليه؟ وليه كل الحاجات عندك ممكنة؟ وتمام وماشي طول ما انت عاوزها ليه؟ جرى ايه يا فريدة؟ هو انا شبطان في عربية ولا في بنطلون وعايزهم بأي تمن؟ ده حق دم ناس ماتت وناس اتيتمت وناس اترملت، ابويا نفسه لو وقفلي في الموضوع ده هتخطاه. انا مش قادر اصدق ان جه اليوم ان انا ابقى محتاج افهمك فيه كل حاجة بعد 20 سنة مع بعض. غمضي عينك شوية يا فريدة وحطي نفسك مكان سلمى. شوفي كانت هتعمل ايه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي لو كانت لوحدها؟ لو ربنا ما بعتلهاش واحد زي وزيك وزي علياء يقفوا جنبها. فكري شوية وانت اكيد هتفهمي انا ليه لازم اكمل في السكة دي يا فريدة.